شوف الكلمة بتنطق ايه. اوفي 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 يعني رأس، رأس يعني اوفي، اوفي يعني رأس، رأس يعني اوفي. تمام، يبقى اوفي يعني رأس، رأس يعني اوفي، وكلمة دي مفرد مؤنث. الحرف الاخير بتاع النهاردة حرف كي. كي ده قلنا في الكلمات الابتية لو فاكرين كان الحرف ده بيلعب كتير كده شوية، كلمات الابتية كان بينطق كاف دائما. احنا قلنا بعد كده هيبقى في علامات هنعرفها بتبين لنا ان الكلمة دي ابتية والكلمة يونية. تمام، الكلمة اللي عليه بقى هنا ايه؟ هنا الكلمة دي ابتية. تمام، هنا كي فقلنا هيتنطق كاف دائما وعليه جنكم، بعديها اللفلة لام، وبعديها الأو قصيرة تتنطق أو مضمومة صغيرة، بعديها الميم. تعالوا نشوفها، إكلم 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 يعني إكليل، إكلم يعني إكليل، إكلم 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 يعني إكليل، إكلم يبقى إكليل يعني إكلم، إكليل يعني إكلم، إكلم يعني إكليل، والكلمة دي مفرد مذكر. تمام، اللعبة التانية بتاعت الكيبة كان قال لو في الكلمات اليونانية هيتنطق شين. طبعا احنا نعرف ان الكلمة دي يونانية، بس ايه شين ده لو كان جه بعده حرف متحرك للكسر. احنا عندنا كلمة يونانية كان بيلعب فيها لعبتين، لو جه بعده حرف من عم الكسر مع حرف الشقاي هيتنطق شين. هنا كي تمام، وجه بعديها يوتا ده عم الكسر. تمام، يبقى ايه بشين ويه قصيرة، وبعديها الأو طويلة الأوميجا والنيني الني نون. تمام، تعالوا بقى نشوفها، شيون 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 يعني تلج. اللعبة الأخيرة بتاعت حرف الكي قلنا في ما عدا ذلك بس في الكلمات اليونانية. تمام، كلمة اللي عليه يعني نشوفها، حرف الخاء كي قصدي وفي جنكم، بس ده ما جاش بعد حرف متحرك الكسر فيتنطق خ. بعديها الرو ر، بعديها اليوتا ي قصيره، بعديها السين مصين، بعديها داون حرف الطاف ت، بعديها هنا الاوميكرون او قصيره والسين مصين. تعالوا نشوفها بقى، اخريستوس اخريستوس إخريستوس يعني مسيح، مسيح يعني إخريستوس، يبقى إخريستوس يعني مسيح، مسيح يعني إخريستوس. باي.